السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنديرو خبز عادي يتعجن بالحليب، حاجة ما شاء الله. يلا هنبدأ ونقولو بسم الله. أنا لهنا عندي 2.5 كيلات تاع سميد ونص كيلة تاع فارينة، درت لهم مغرف تاع خميرة الخبز، مغرف سكر، وندير مغرفة تاع ملح ونزيد عليها شوية، حيث هذا الملح رقيق ما يجيش مالح بزاف. وندير عليهم شوية زيت زيتون، نخلط هذاك الشيء كامل باش يدخل في بعضه. عاد نزيد عليهم نقول تقريبا شي 3 مغارف تاع ماكله تاع زيت الزيتون هاك باش يتبسس مليح مليح. انا طول نحطه في الماشينه، واللي تحب تعجن بيدها سهل هذاك الحال، تحكم السميد مع الفارينه تبسسهم مليح مليح، عاد باش تبدا تزيد عليهم الحليب. ولهنا كيما تحبي تزيدي عليهم شويه جنجلان، زعتر، يعني اي حاجه تفيدك في حتى الخبز مع الاخر تحبي تديري عليه الزبيب. هاوليك حتى يتبسس مليح مليح، والحليب خاصو يكون دافي، ما لازمش يكون بارد. ولا انا لهنا حطيته في كسرول ودفيته مليح، ما خليتوش حتى يسخن، يعني حتى اللي يدفى. علاه ما فرغتش الحليب كامل خطره واحده باش يبقى راهي يلم ومامته راهي يبسس باش يجيني الخبز تاعي طري. هاي ليك شوفوا جاي، يعني العجينه تاعو ما شاء الله. انا لهنا الماكينه راني دايرتها في الرقم 2 هكا باش تعجن على خاطرها، نبقى بشوية هي تلم ومامتو راني نزيد لها في الحليب. لهنا زدت لها شوية في الفيتيس باش تلم هذاك العجين كامل. المهم انا ننصحكم فرغوا الحليب غير بالعقل، لو فرغتوه خطره واحده خبزكم يجي يابس ويجي قارس بيسك فيه الخميره. فرغوا غير بشويه هكاك ويقعد الخبز شي يومين ولا. هاي لي قدرتها 7 دقائق تعجلني. خليتها في رقم 2 نيميرو 2 وعجنت لي 7 دقائق، يعني لا عجنتي بيديك القليله اللي قلك واحد قولي 13 حتى 12 دقيقه ماشي قل. انا هكا العجينه حبيتها تجي طريه وتتلاصق في يديا. جبنا اي ساشي، جيبي اي ميكا تاع بلاستيك غطي بيها، ولا خطا عندك تاع زجاج ولا خطا تاع بلاستيك، المهم خص الليانه اللي عجنتي فيها الخبز ضروري انك تلميها. هاي ليك وخليها واحد النص ساعه، انا لهنا خليتها 45 دقيقه. عندي هذه سنيوه، عندي الفارينه، وعندي شويه زيت، نفرش الفارينه كامل في السنيوه اللي راح نديرها في الكوشه. ندهن يدي بالزيت باسكو على بالكم شفتوا العجينه قبيل جايه طريه وتتلاصق. ها هي اللي هنا درت بها هذو الزوج قرصات، يعني زوج خبزات، قدري الا حبيتي تصغريهم ديري حتى 3 ولا 4 خبزات. عاود رشيت عليها الفارينه، نفتحها سواء تحليها بيدك ولا بالحلال ولا باش ما كان، المهم ما ديريهاش رقيقه بزاف. انا بسك حبيتها من الداخل تجيني هشيشه كل مسكوتشو. هذه هي مع اللي بسست السميد مع الفارينه تبسوا مليح. بديت بشويه ندير لهم
الحليب حتى ولات العجينه كشغل جايه مطلوقه وممتوت تلاصق. عجنتها 7 دقائق، انا خليتها تريح، اديت لي كيما قلت لكم شي 45 دقيقه، هي من نص ساعه حتى 45 دقيقه ماشي اقل. فرشت السنيوه بالفرينه، حليت زوج الخبزات تاعي، وكما شفتي يدي هذيك شمختها بالماء، زدت حليت الخبز تاعي مليح وخليته مده 5 دقائق لطوني كان الفران تاعي يسخن. سخن لي الفران على 180 درجه، حطيت الخبز تاعي الداخل حتى تشوفيه حمار من تحت ومن الفوق. انا ما شعلت عليه لا من الفوق لا، يعني خليته حتى طابلي من تحت وبدا يحمر من لي كوتي ومن الفوق. حاولي كيفاش يجي من الداخل، يعني حاجه ما شاء الله. اللهم صلي على الحبيب، يا ربي ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوه بالصحه والهنا. الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وبارتاج مع الاحباب والاصحاب، وشكرا.